طبعا شكرا جزيلا عازف العود احمد المهيري على هاي طبعا المعزوفات الجميله اللي سمعناها مثل ما ذكرت ميتة تحت الهوى، والحين تطربنا وتطرب المشاهدين اكيد على مدار هاي الحلقه في هاي الحلقه الخاصه، واكيد اجواء خاصه، اجواء احتفاليه طبعا استديو مسا دبي وبالتحديد برنامج سما دبي بيوم العلم. والله يجعل ايامنا دوم كلها احتفالات وايام سعيده ونجاحات وإنجازات، وأكيد تبقى دائما وأبدا دولة الإمارات العربية المتحدة رقم واحد، ويبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة دائما وأبدا خفاقا في كل سماء، مو بس سماء دولة الإمارات العربية المتحدة. فعلا نحن نفخر دائما يوم نشوف علم بلادنا يعني يناطح أعلام أكبر الدول والدول الكبرى اللي هي لها تاريخ ومسيرة كبيرة، ولكن علم الإمارات يبقى إن شاء الله في الطليعة بإذن الله. طبعا ننتقل مشاهدينا لحقل آخر، ولكن نبقى في إنجازنا وحديثنا عن علم دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا أكيد وتجسيدا لما يمثله علم دولة الإمارات من معاني العزة والمجد والشموخ، وكونه رمز للتقدم والطموح والإنجاز، كان لابد أن يوضع بروتوكول للتعامل مع العلم وقوانين لازم نتبعها عشان نحافظ عليه. بنتحدث أكثر عن بروتوكول وقوانين التعامل مع العلم مع ضيفنا في الاستديو العميدة عبد العزيز العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي. يا مرحبا وحياك الله، ونورتنا في هذه الحلقة الخاصة. حياك الله خير. طبعا بداية في يوم العلم مثل ما ذكرنا قبل شوي، دائما تتجدد اللقاءات في مثل هذه المناسبات السعيدة، وإن شاء الله اللقاءات تجمعنا أكيد دائما في استديو مسا دبي، وأكيد في هاي المناسبات الوطنية الغالية علينا. ونحن دوم نتكلم عن العلم ودوم نقول ارفعه عاليا ليبقى شامخا، ونعلم عيالنا أن العلم مو بمجرد قطعة قماش فيها أربع ألوان، العلم رمز، ورمز هذا له مكانته وله هيبته. فلو نخبر المشاهدين سواء كانوا صغار وكبار، لو نتكلم عن العلم شو نقصد به؟ أول شيء جزاكم الله خير على هاي الاستضافة. طبعا مثل ما تفضلتي أستاذة ميثاء أن العلم هو رمز الدولة وعلامة وجودها. معنى العلم ترمز لثلاث قواعد أساسية: الأرض والشعب والرئيس. مثل ما تفضلتي هو ليس عبارة عن قماش فقط، إنما هو يرمز لثلاث عناصر أساسية لقيام دولة. واحترام الشخص للعلم هو واجب. العلم هو أعلى رتبة موجودة في الدولة. نحن نشوف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة يقف لهذا العلم لأنه يعلم أن هذا الرمز هو أساس وجود الدولة. أنت أي مواطن أصلا يمر في مكان يشوف علم دولته يشعر بماذا؟ بالاطمئنان. يشعر بالاطمئنان ويشعر أن هذه الدولة لها كيان وقوة. لذلك فنحن نقول أن رمزية العلم ليس فقط في القماش مثل ما تفضلتي، ولكن في هذه العناصر الثلاثة. إذا بنتكلم أكثر عن نشأة علم دولة الإمارات، شو هي القصة؟ خبرنا بتفاصيل أكثر، وعرف المشاهدين واللي يتابعونا عن هذه القصة المفروض تكون موجودة في الصغار والكبار. قبل قيام الاتحاد بشهرين تم نشر مسابقة في جريدة الاتحاد لتشكيل علم الدولة. هذا لا يعني أن الدولة ما كانت فيها علم، بل أن احنا كان عندنا علم، علم الإمارات المتصالحة من عام 1820 حتى قبل الإعلان بهذا العلم اللي نحن نشوفه اليوم. كان عدد المشاركين فوق 1000، يقال أنه 1030، وتم تحديد شكل العلم برفعه من قبل رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة، بأن رفعه في دار الاتحاد، وكان الفائز بهذا التصميم سعادة عبد الله المعينة. صحيح. أكيد. زين، تكلمنا طبعا عن نشأة علم دولة الإمارات، ونحن كل سنة تقريبا قبل يوم العلم ننادي ببروتوكول العلم. نعم. وننادي ان الناس طبعا ان احنا عندنا مبادرات فوق يعني في كل بيت او فوق كل بيت في علم، ونقول يا جماعه الخير ترى العلم له بروتوكول لابد ان يحترم. خبر المشاهدين اليوم في هاي الحلقه عن بروتوكول رفع العلم سواء في البيوت او حتى المؤسسات. نحن جزاهم الله خير يعني كقياده عامه شرطه دبي بالتعاون مع مؤسسه وطني
نقوم بحملات يعني نبدأ فيها يعني بشكل مبكر، يعني ممكن من بعد إجازة الصيف، يعني نقول من بداية شهر 9 بنزول على المدارس مع المؤسسات الحكومية، سواء نقصد فيها الدوائر الحكومية أو الشبه الحكومية، وكذلك الأسر اللي عيالهم موجودين في المدارس. نتكلم عن مفهومية العلم، لأن أصلا العلم لو نقول قبل إعلان يوم العلم في عام 2012 لما أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه بهذا اليوم في 3 نوفمبر، كانت الإعلام فقط تستخدم وين؟ في المؤسسات العسكرية. البروتوكول كان مقصور فقط في المؤسسات العسكرية، سواء في المدارس أو الكليات العسكرية أو في تلك الدوائر العسكرية. لما أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد باستخدام العلم في فوق البيوت مثل ما قلتي تفضلتي، بدأت الدوائر المدنية كذلك باستخدام العلم برفعها وتنزيلها وتنكيسها وغيرها من بدأت مؤسسة وطني بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي بنشر ثقافة التعامل مع العلم وكيفية المحافظة عليه وكيفية التعامل معه في هذه المناسبات. والحمد لله يعني صراحة كان في إقبال. طبعا واجهنا الفترة الأولى يمكن نقول في 2012-13 الجمهور كان مستغرب في كيفية التعامل وهذا، لكن اليوم نحن نقول الشخص الذي يتعامل مع العلم مو هو اللي كان يتعامل فيه قبل 12 سنة. أكيد أكيد العقليات اختلفت، الوعي والإدراك زاد عند الناس، صرنا نتعامل مع العلم أكثر مثل ما ذكرت سعادتك. قبل كان التعامل رسمي جدا مع العلم، صار الحين لا يخلو بيت من العلم، أو حتى المدارس والاحتفالات الصغار حتى قاموا يحبون العلم. تشكر المؤسسات الحكومية بصراحة على نشر ثقافة التعامل مع العلم. صحيح. تكلمنا مع بعض الدول اللي كانت سباقة قبلنا عندها يوم العلم، بدون ذكر تلك الدول، أفادوا أن نحن عندنا احتفالية يوم العلم وتكلمنا عن يوم العلم وتركنا الشعب يحتفل باليوم العلم، ولكن للأسف نحن ما نشرنا فيهم الوعي في كيفية التعامل مع العلم. لذلك وصلنا لمرحلة أن ما بقادرين نوقف عن المحظورات للعلم، لأنه ما سيطروا من البداية. بالضبط. نعم. بالضبط. مثل ما ذكرت أن العلم لا قيمته وله رمزيته في دولة الإمارات، وفعلا اليوم الصغار والكبار يحتفلون بيوم العلم. يعني اليوم صباح الله خير ما شاء الله المدارس كلهم. صحيح. والبيوت والمؤسسات، وحتى عندنا في دبي للإعلام، يعني مثل ما ذكرت هذه مناسبة عزيزة علينا نحن كإماراتيين وحتى المقيمين على أرض دولة. صحيح. الإمارات. وذكرت نقطة وايد مهمة، الوعي ونشر الثقافة. طبعا هذا كان تحدي كبير بالنسبة لكم، لكن الحمد لله قطعتوا شوط وايد كبير وصار كل واحد فينا يهتم ويركز أكثر كيف يحافظ على العلم، شو هي المحظورات، شو هو الشيء المسموح له. لكن اليوم إذا حابين نتكلم عن المحافظة على علم دولة الإمارات، كيف نحافظ عليه وشو أهمية المحافظة على علم الإمارات؟ أول القاعدة في المحافظة على العلم المحافظة على نظافته. يعني أنا أمام مؤسسة، أنا أعمل في مؤسسة، العلم هذا ما يخص إدارة معينة، الكل مسؤول عن العلم، سواء من رأس المؤسسة. بالضبط. من رأس المؤسسة إلى أصغر واحد موجود في المؤسسة، نظافته، محافظة عليه بشكل لائق. بالضبط. من التلف، يعني نشوف البعض يترك العلم حتى يتغير لونه. صبح. هذا غير مقبول. طبعا. نعم. أكيد. نعم. غير مقبول أبدا. هوية العلم، نحن نعرف أن لكل لون موجود في العلم له رمزية. معنا. نعم. اللون الأحمر. صح. يتكلم عن دماء الشهداء الذين ضحوا لهذا الوطن. الأبيض يتكلم عن السلام والعطاء والأخضر يتكلم عن النماء. نعم. والتطور. والأسود يتكلم عن شو؟ عن القوة والشجاعة. نعم. أحسنتي. لذلك تغيير أي لون فيه بسبب أي من الأسباب غير مقبول أصلا. طبعا أكيد غير مقبول. نعم. وهذا هو هدفنا حتى نحن من وسائل الإعلام، التوعية ونشر. نعم. هذه الثقافة. ومثل ما قلت العلم له رمزيته. أكيد. وله أكيد تأثيره علينا نحن كشعب وحتى الناس اللي تابعونا، أصلا هم معجبين وايد إيش كثر نحن مهتمين معلم دولتنا. نعم. صحيح.
يمكن أحيانا بعض الناس مثل ما ذكرنا نشوف المشهد هذا يتكرر مثلا فوق البيوت أن العلم مثل ما ذكرت سعادتك تغير لونه يطرطر لكن يقولوا لك شو نسوي تعرف يغمضهم يعني أنت أنا خليه ولا أشله أنت إذا شليته كيف أتخلص ممتاز. من العلم التالف ممتاز. نحن في ورشنا نحن نعقدها مع مؤسسة وطني للحضور كانت هذه الأسئلة دون تتكرر عنها. فعلا كيفية التعامل مع العلم في حالة إذا كان في تلف. أول شيء يتم إنزال العلم ثم نزعها بعد ما ينزع يتم فصل الألوان فيما بينه عشان ما يكون علم خلاص بالضبط خلاص تنتهي هويته صحيح ما يعرف هذا شو عبارة عن خلاص أصبح عبارة عن قطعة قماش ثم يتم تلافه هذا هو يعني هذه الطريقة الصحيحة معلومة جدا مهمة يعني أنت خلاص تفصل الألوان الأربع عن بعض وانتهى يتم قطعة قماش يعني ما أصبح عبارة عن قطعة قماش وانتهى ما تكون لها هوية لها رمز أو سيادة معنى. أو رمزية دولة الإمارات نعم. في موقف والله أنا حابة أذكره لأن كنت تتكلم تخطر في بالي صور ومواقف صارت أحيط أيام الأمطار يوم العلم طاح لاحظت أن كلهم يعني دافعوا علشان يرفعون العلم وهذا الموقف تكرر أكثر من مرة من أهل الإمارات وحتى المقيمين على أرض دولة الإمارات وايد يحبون علم دولة الإمارات وما يرضون بأي تلف أو خلل يصير أكيد أنت شفت مواقف مثل هذه كلمني عن هاي القصص اللي فعلا أثرت فيك وحسيت أنها كانت نوع من أنواع التثقيف للمجتمع اللي تابع. في مرة من المرات بعد انتهاء الاحتفالية عيد الاتحاد أو يوم الاتحاد قبل الإعلان عن يوم العلم الحمد لله هذه ثقافة متجذرة عندنا من أيام المدارس الوقوف للعلم تحية الطابور وتحية العلم نعم وأنا ماشي في إحدى الشوارع دبي يعني بالتحديد شارع جميرة شفت شباب مواطنون ومقيمون يعني شالين علم واللي ياسين المسيرة بالضبط بالضبط أصبحت حملات تطوعية من ناس يعني قد يكون هذاك الشخص اللي استخدم العلم يكون طفل حب يعني طاح العلم من إيده بطريقة يعني غير مقصودة وكذا ففي مثل ما نقول فئة ثانية تمجد هذا العلم بطريقة أخرى وتحافظ عليه والحمد لله يعني نشوف هذه الثقافة بدت يعني انتشر في المجتمع بين كل الفئات الصغار والكبار بالضبط. ونحن الصراحة استمتعنا بهالحوار وياك وقصة العلم هي قصة ما لها نهاية الصراحة قبل لا نختم يا ميثا نبغي رسالة توجهها سعادتك للمشاهدين في حب العلم وبروتوكول العلم الحب هذا يعني ينمو في الإنسان في بيته أول شيء في أنا كيف أنا أزرعها في عيالي في كل واحد يعني موجود تعلم هذا المبادئ سواء في ورشة أعطينا ورشة اليوم وثقفنا أبنائنا في مكان معين تناقل هذه الثقافة بين أفراد المجتمع من الأب إلى الابن ومن الابن إلى أخوه أو إلى أخته هذا ينمي عندنا قوة قوة حب الوطن صحيح بيكون في وعي أكثر وإدراك أكثر للعلم ورموز العلم نحن شاكرين لك جزيل الشكر سعادة العميد طبعا على تواجدك ويانا اليوم في هاي الحلقة الخاصة بيوم العلم وأكيد إن شاء الله المناسبات الجميلة والسعيدة تجمعنا دائما وأبدا شكرين الله. طبعا سعادة العميد عبد العزيز العبدالله مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين بأكاديمية شرطة دبي قواكم الله يا مرحبا وحياك الله